حلو. طبعا جهاز المناعه مهم في كل زمان ومكان، ولكن في اليومين اللي احنا فيهم دول اكيد الاهميه بتزيد. فنعمل ايه عشان تكون مناعتنا قويه؟ وبالمناسبه ايه الاعراض اللي لو ظهرت علينا نستشعر ونفهم ان احنا عندنا مشكله هنا في المناعه؟ جهاز المناعه مهم جدا جدا، لان هو الجهاز اللي ربنا خلقه الدفاع او الخط الدفاع الاول لاي فيروس، ومش بس الفيروس، والبكتيريا وحتى الخلايا السرطانيه. مهم قوي ان احنا نعرف ندعم مناعتنا لاي حاجه، مش بس لكورونا، احنا ندعم مناعتنا لاي نزلات برد تانية، ندعم مناعتنا لاي اكل مش صحي بناكله او اكل فيه بكتيريا. لازم طول الوقت مناعتنا تبقى قويه. ازاي نقدر نقوي مناعتنا؟ بحاجات كتيرة جدا. يعني أولا الرياضة مهمة جدا، شرب المية مهمة، النوم في بالليل، يعني النوم الثمان ساعات يبقى ليليا عشان ده اللي بينتج لي خلايا دم بيضاء. الأكل الصحي مهم جدا، كل الحاجات، وعدم الإكثار أو الإفراط الشديد في الأنتيبيوتكس. أنتيبيوتكس مهمة، لكن بتبقى الدكتور اللي بيكتبه بنمشي عليه. أحيانا كتير بتلاقي ناس لو عملت كده بس يلا مضاد حيوي، لا، لان الاكثار منها مش حلو. الاكثار من المسكنات عمال على بطال، كل الحاجات دي عشان بتأثر. كده الانتي بايوتكس والمسكنات في دول الغرب ما ينفعش تاخديها كده مع نفسك، لازم يبقى معاكي روشته من الطبيب، لازم الدكتور هو اللي يكتب لي على. طب احنا ليه عندنا الثقافه دي مغلوطه للدرجه دي؟ ده من زمان يعني احنا بنصرف لبعض حتى على سبيل النصح، يعني لا خد مثلا الاسم الفلاني عشان انا جربته وعمل معايا شغل زي الفل. ايه اللي احنا بنعمله في نفسنا ده؟ طبعا المضادات الحيويه مهمه جدا جدا، لكن لما تبقى الاعراض اللي تستدعي للمضادات الحيويه، الحراره العاليه جدا، التعب الشديد قوي، الكحه، يعني حاجات، لكن مش مثلا صحيه من النوم مكسله او حاسه اني تعبانه فخايف او انه او حتى ياخد مضاد حيوي كوقايه، لا تمام. فلازم الثقافه دي تتغير، وثقافه كل يوم 10 مسكنات دي تتغير برضو. المسكنات للضروره ده مهم، وكثره طبعا السكريات، كل الحاجات دي، ان اول ما ناخد سكر كتير ده بيهدلي المناعه تماما. فنحد من كثره السكريات، والمشروبات الغازيه نشربها بالمعقول عشان الفيتامينات والمعادن مهمه جدا. طيب جدا للمناعه. لو حصل لي ايه افهم ان انا عندي مشكله في المناعه؟ لو حصل لي اكيد ممكن مشكله في الجهاز الهضمي، لو عندي اي مشاكل في الجهاز الهضمي ده ممكن ده يؤدي الى خلل في المناعه. فعلا؟ طبعا، يعني لان الميكرو بحس ان ده كان يعني فكر يمكن بالنسبه لي انا بعيد شويه، يعني هي المعده والامعاء مهمين جدا، لان اوريدي فيهم المايكرو، يعني يمكن جهاز المناعه فيه خلايا الليكوسايتس اللي هي خلايا الدم البيضاء دي، الخلايا المناعيه، بتشتغل مع الميكروبيون. الميكروبيون دي البكتيريا النافعه اللي موجوده في الانتستين او في الامعاء. أوكي. فلازم نعتني. موجوده رباني الوحدة دي، موجوده رباني دي مهمه جدا، لان بتموت لي البكتيريا الضاره، وبتكمل تفتيت الاكل، لان الاكل مش المفروض ان هو، يعني البروتين لازم يتفتت وناخد الاحماض الامينيه. أوكي. يدخل الدم، مش المفروض ان البروتين نفسه هو اللي يخش الدم. تمام. ده يعمل لي خلل في المناعه، يعمل لي امراض مناعيه. فلازم، لان البروتين لو دخل الدم هيجي الخلايا الدم البيضاء تروح تهاجم الاكل. انا عايزه خلايا الدم البيضاء تفضل البصيله بتاعتها سليمه، ربنا خلقها تهاجم الفيروسز والبكتيريا. أوكي. مش تهاجم اكل، او يبتدي بقى يحصل خلل، تهاجم العظم وتعمل لي التهاب مفاصل ريموتويدي، تهاجم الغده الدرقيه، تهاجم البنكرياس، تعمل سكر نوع اول، تهاجم خلايا الشعر وتعمل الوبيشيا وتوقع الشعر. لازم نعتني جدا بجهازنا الهضمي عشان ما يحصلش بس خلل في المناعه، ان المناعه خلاص هي معموله تهاجم الفيروسز والبكتيريا.